المباراة النهائية للبطولة الوطنية لكرة القدم التي هي الغاية لمعانقة الكأس أو فراق جمعت نادي الأسكوتون تشاد وبطل النسخة الماضية إلى كيسبور في مواجهة احتشدت من أجلها الجماهير بكثرة. ركلة وزير ترقية الشباب والرياضة كانت بداية نهاية حسم المصير، حيث سجل لاعب إليك سبور جيمينا ليجير الهدف الأول لفريقه في ثنايا الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعدها شن مهاجمو أسكوتون تشاد هجمات مغايرة لم تأتي بجديد، فعاد حسن إبراهيم لينفرد بالهجوم ويسجل هدفا ثانيا لفريقه ينتهي به الشوط الأول. الشوط الثاني قام مدرب الأسكوتون بتغييرات عديدة لم تحدث أي تغيير في المباراة، لتشهد الدقيقة 50 من الشوط الثاني الهدف الثالث لنادي إليك سبور والذي حمل توقيع اللاعب نوجريم جيرارد. وبينما تسير حيثيات المباراة، القادم من جلسة الاحتياط اللاعب عمر عبد العزيز بعد دخوله إلى المباراة يختتم أهداف إليك بتسجيله الهدف الرابع ليعلن بهذا الهدف فوز إليك سبور على نظيره أسكوتون تشاد بأربعة أهداف لصفر. اللاعب زيدا ما كونه عنده قريب ثلاث سنة حتى كونا شفنا الكيب الفريق إليك سبور يعني وصف كده يعني عنده قدرة ولنا تعليمات وكل شيء حرف أربعة مقابل صفر معناه يعني نزل ليبو كويس جدا، لكن الأسكوت ذاته ليبو لكن ما يهمهم دونك يعني فرحانين كده قدرنا أمرنا هذا اللعبة. وبهذا الفوز فإن نادي إليك سبور سيمثل البلاد في دوري أبطال إفريقيا فيما سيلعب أسكوتون تشاد في كأس الكونفدرالية.